السلام على رسول الله. موضوع الجن والجمل. في ذكر الجن: خلقت من النار، والإبل خلقت مما خلق منه الجن وهو النار. لقد روى الطبراني وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا في عطن الإبل، فإنها من الجن خلقت. ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ فصلوا في مراحي الغنم، فإنها هي أقرب من الرحمة. وهذا الذي ذكره ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية عليهما رحمة الله، أنها خلقت من النار، أي الإبل خلقت مما خلق منه الجن، ألا وهو النار. لذلك يقال النار تبرد بالماء، يعني بالوضوء. لذلك يتوضأ منها الإنسان من لحمها إذا أكلها، وهذا صحيح. وأنها خلقت من نار، ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وقيل له: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. انتهى. فلهذا والله أعلم خص الله تعالى ذكر الإبل في سورة الغاشية بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي أنها خلقت من النار مثل الجن. فإن كانت الإبل بلحمها وعظمها وهيئتها المادية وشكلها الظاهر من نفس الأصل الذي خلقت منه الجن، ولماذا العجب؟ فهذا دليل على أن من الجن أمم تشبه الإنسان، أي الإنس، فلهم هيكل عظمي وكتلة عضلية ودماء تسفك وغير ذلك مثلنا. هذا خصوصا بالنسبة للذين يعني